السلام عليكم متابعين قناة الدكتور سيم. خاوتي الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم خاوتي جبتكم فيديو جديد خاص بسوق الدراجات النارية المستعملة. في هذا الفيديو راح نشوفوا أسعار الدراجات النارية في السوق، شراي واصلة إذا راهي طالعة وراهي هابطة السوق، ونشوفوا نساومو لهم لي مارك في ام اس لي مارك سيم، شوفوا شحال راهم دايرين في السوق. خويا العزيز، اذا كنت جديد معنا في هذه القناه، اول مره تشاهد الفيديوهات تاعنا، ما تنساش برك الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، هكذا باش يوصلك اي جديد تاعنا. اي حاجه نحطوها جديده توصلك انت الاول خويا العزيز. وما تنساش تدعمنا بهذيك الجام وبارطاجي الفيديو مع اصحابك. عندك صاحبك واحد ولا زوج عزاز عليك، بارطاجي معهم هذا الفيديو باش هما مثلا يولوا يعرفوا اسعار الدراجات الناريه شحال راهي واصله في السوق. خويا العزيز، قبل ما نبداو الفيديو تاع نهار اليوم، ما تنساوش اهم شيء الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. نبداو على بركة الله. خويا العزيز، ننصحك تكمل الفيديو حتى الاخير. هذه من سيري هذه 2023 ريال، مي ستوك 2022. اي والله صح، ماشي 10000، الله يبارك. موتور موش مفرسي مره. والو والو، الله يبارك. وكش ما ساومك اليوم؟ سلموني 33.5. 33.5، خلينا رقم الهاتف تاعك تما وتواصلوا معاك. 07 76 76 91 02 75 75. شكرا، ربي يجيب السوق اخويا. واش من سيري صاحبي؟ 2022. واش ماشية؟ 15000. واش نساوموك اليوم؟ 13.5 13.5. خلينا رقم الهاتف تاعك شمن تواصلوا معاك. 05 51 52 86 77. شكرا، ربي يجيب السوق اخويا. هذا اسمه ديماكس. ديماكس هذا الصح. وشنو شنو سيري؟ فانتروا. شنو ماشي؟ ماشي 10000. وشنو نساوموك اليوم؟ كده 40 و200 قال 40 و200 بلا سيروس. هاي يا اخي، قلت لكم بلا سيروس بعاد. خلينا رقم الهاتف تاعك ان شاء الله توصل معاك. 07 95 95 71 58 61. شكرا، ربي يجيب السوق اخويا. واش من سيري هذه؟ 2022. واش ماشيه؟ 11. واش مساوموك؟ انا 24.5. 24.5 كيما راه كلش مضبوط. درايفر بندر وعندو هادي كوكسي. شمن كوكسي؟ كوكسي 2023 ماشي 5000. 2023 25.5. 25.5 وهادي 2023 ماشي 1000. واش مساوموك؟ 43 على برا. 43 على برا اليوم مساوموكش. شفتي رقم واحد خي؟ رقم واحد. أعطينا النيميرو تاعك. 06 97 71 47 57. شكرا، ربي يجيب السوق اخويا. كادر 2004 ما يهمناش، المهم ايفون. ربي يبارك وظيفة جديدة. واش سوموا قلت لي؟ 9.5. وقتها صافي كلش صافي. 9.5. خلينا الرقم الهاتف تاعك برك. ماركة عندك 06 06 55 46 96 68. شكرا شكرا. هذه اسمها اسمها؟ كواد. هذه هي الكواد قالوا لي عليها. واش مساوموك اليوم؟ انا 9 فهمني؟ الله يبارك. 2014 روسو. ايه ثاني بلا سيري. 2014 كارت جريزي روسو ورقة كتابة. ورقة كتابة. الله يبارك. معليش خلينا رقم الهاتف ان شاء الله تواصلوا معاك. معليش. قلنا رقم؟ 07 79 69 43 30. شكرا شكرا، ربي يجيب السوق اخويا. ها 150 موتور 150 باتا اوتو. الله يبارك.
هكذا فهمنا هكذا من الاول. هاي شكرا صاحبي. 41 قد ايه ماشيه؟ 2000 2000 واش؟ 23 اخي 23 وهذه 2023 ماشي 2000 ثاني. يا من باص الله يبارك. خلينا رقم الهاتف تاعك ان شاء الله صاحبي. 07 75 58 58 19 11. شكرا شكرا. هذا اسمه سيري؟ فندير. شو ماشية؟ ماشية 7200. 7200 شو اسمه؟ قولي فندير. هو فندير 22 مليون. خلينا رقم الهاتف تاعك ان شاء الله توصلوا معاك. 05 42 10 25 92. شكرا. واش من سيدي؟ سويت. واش ماشيه؟ ماشيه 15. ماشيه 18 تسمى ماشيه. واش مساومك اليوم؟ عطوني 11:30. 11:30 المكاوات مقدر فيها يتعرف فيها دار الخدمة. السوا مزال والله. صورني انا مشروع. والسوا وراه يدور. السوا. ايه. 12:30. 12:30 قبل. خلينا رقم الهاتف تاعك. 05. 59. 55. 15:05. شكرا. ربي يجيب سوق اخويا. سيدي هذه خويا. 2023. واش ماشي؟ ماشي 7000. 7000. واش مساومك اليوم؟ 24:30. 24:30. والسومه وراي؟ السومه قداه؟ 28. خليني رقم هذا ان شاء الله توصلوا معاك. 0792. 2050-03. شكرا ربي يجيب السوق اخويا. هذه اسمها صاحبي عايش. هذه اسمها؟ اكس دي في دوسون. اكس دي في دوسون. شنو تخفي هذه؟ دوسون. دوسون. ماي جاد. شنو سيري؟ 2023. واش ماشيه؟ 3400. 3400. ربي يبارك. شنو سموك اليوم؟ مازال خويا هذا الاول. مازال قال لك اول مره يدخلها للسوق. وانا برا والله. على برا عطاني 50. انا برا قال لكم عطاني 50. سومتها؟ زاد شوي. مانيش خلينا رقم هذا ان شاء الله نتواصلوا معاك. 0773 50 73 43. شكرا ربي يجيب السوق اخويا. هذا واش من سيري صاحبي؟ 23. واش ماشيه؟ 4600. ولي واش مساومك ان شاء الله؟ مساوم عطاونا 44. عطاوه 44. مساوم تبيع؟ مساوم. مساوم وقال لك زيد زيد. معليش خلينا رقم الهاتف تاعك ان شاء الله نتواصلوا معاك. 05 53. 31 34. 45. شكرا ربي يجيب السوق اخويا. هذه واش من سيري؟ 2018. واش ماشي هذه؟ ماشي اما فيها ماشي خير. 45000 ريال قال لك. واش سوموك اليوم؟ ما سومونيش. اليوم ما سوموش. واش ما سوموك على برا والله؟ 23:30 على برا. سومتها؟ 24:30 من الاخر طول. خلينا رقم الهاتف ان شاء الله توصلوا معاك. 06 59 07 39 69. شكرا. واش من سيري هذي؟ سنير 2019. ما فيها ماشي خيرات طبعا. ماشي 40 ندير فيها حتى في الشتاء دون انا الصراحة. تنيت منه ايه والله الصراحة. يا نظيفة عندها ديمارور. واش بيه ديمارور؟ حط لها ديمارور. حط الديمارور وديماري معليش. الموتور مسيرني. الموتور مخدوم قال لكم. مريقل. بصح دبل بي والله قطرة زبنة طيب. اه يا سيدي قال لكم غير شعرة. واش تسوموا في اليوم؟ 14:30. اليوم في السوق عطاوه 14:30. وسوم تبيع؟ مزيان طلعت. مزيان مزيان. عطيني رقم الهاتف تاعك توصلوا معاك. قد 06 68 68
61 52 14 شكرا. واش من سيري؟ هذه اسمها هذه درايفر. درايفر واش من سيري؟ بزاف ماشي المال شوشي. ايه هذا هو الساعة. قلت لي اليوم ما سموش على برا. قال لك ما طلقتهاش للبيع طول. معليش خلينا رقم الهاتف تاعك ان شاء الله تواصل معك. 07 93 67 19 شكرا ربي يجيب السوق اخويا. خاوتي الاعزاز هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. ان شاء الله تكونوا لقيتوا مطوات على حساب جيبكم على حساب دراهمكم. خاوتي الاعزاز قبل ما نكملوا الفيديو تاعنا ما تنسوش برك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. هذاك الجرس كي تفعله خويا العزيز اي اشعار جديد نحط اي فيديو وصلك الاشعار ثم وتدخل تفرج الفيديو انت الاول خويا العزيز. وما تنساش برك خويا العزيز بارطاجي هذا الفيديو مع اصحابك. عندك صاحبك واحد ولا زوج عزاز عليك بارطاجي معهم هذا الفيديو. وما تنساش خويا العزيز تدعمنا بهذيك الجام. واذا عندك اي كومونت ولا اي عفسه حاب تفتسر محسوب تسقسي عليها ادخل نخلي لك الانستغرام تاعي لهنا وابعث لي في الانستغرام راني توجر اونلاين نجاوب عليكم كاملين خاوتي. خويا العزيز ما بقالي غير نقول لك تهلا في روحك خويا العزيز. تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ومازال كاين غير جديد خاوتي العزاز. ما تنساوش برك تدعمونا وكل يوم ان شاء الله نحط لكم فيديو جديد. انتم تهلاو فيا بلي جام لي زابوني وانا معليا كل يوم فيديو جديد خويا العزيز. اتهلا في روحك خويا العزيز.